مساء الخير على كل مشاهدي قناه اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من حلقات برنامجكم اخبار اون تايم. ان شاء الله يا رب تكون حلقه مميزه كالعاده، وزي ما احنا متعودين معاكم هيكون لنا جوله في الساحه المحليه من خلال اخبارنا الخاصه، وكمان هنتابع مع حضراتكم كل الكواليس الجديده في كره القدم العالميه. كل ده تحت شعار ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، لكن حاجه واحده بس اكيد هي اللي بتجمعهم، مفيش شك، هي الرياضة. خلونا نبدأ زي ما احنا متعودين مع حضراتكم مع أبرز العناوين. جلسة بين فيتوريا ومعاونيه لاعتماد برنامج المنتخب وموقف ودية الجزائر. الزمالك يتوصل لاتفاق جديد مع فتوح لتجديد تعاقده. كولر يرفض التفريط في التونسي كريستو. رسميا بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع هاري كين. من العناوين اروح لتفاصيل اخبارنا المحليه. مش مجرد اسم او شعار، زملكاوي هو افضله الاطماع نصوص حسن المحلة مش اي نادي. قالوا يا لولي بتشجع الاتحاد، المصري كان كبير وده مش كتير نفضل معاه. سيبوا هنا الهدف الاول للاسماعيلي، ولكن رايه لا هدف. استلام احمد عاطف، خطيره 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 خطيره، هدف اول، هدف اول، هدف اول، يلمس الجول، جول 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 جول، الكره ثابته ملعوبه، هنبدا معاكم حلقتنا من عند منتخبنا الوطني الاول والبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، اللي عنده جلسه مع معاونيه الايام اللي جايه ان شاء الله عشان يناقش برنامج الفراعنه خلال شهري سبتمبر واكتوبر المقبلين. تاهل منتخبنا للمشاركات في امم افريقيا بكوت ديفوار 2024. فيتوريا بيفكر انه يعتمد في الجلسه على العرض المقدم لخوض وديه مع الجزائر خلال شهر اكتوبر اللي جاي، وبمجرد بقى الموافقة سيتم إنهاء الاتفاقات الرسمية على إقامة تلك المباراة بين المنتخبين وتحديد الموعد النهائي لها. ما يخص بقى توقف شهر سبتمبر المقبل، منتخبنا هيلعب مباراتين، الأولى مع المنتخب الإثيوبي هتكون رسمية بالجولة السادسة والأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، ودي مباراة تحصيل حاصل. ممكن الراجل يدفع بعناصر جديدة في المباراة زي دي. الثانية مباراة ودية أمام تونس إن شاء الله بالقاهرة. من منتخبنا هنروح للنادي الاهلي، والبدايه مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني اللي رفض فكره التفريط في محمد الضو كريستو خلال الميركاتو الحالي، واستقر على انه يديله فرصه اكبر. ويعني كلام كولر واضح انه مقتنع بكريستو بموهبته الخاصه، وكمان مقتنع ان لسه قدامه العمر لانه سنه صغير ولسه معاه وقت كبير جدا ان هو ياخد فرصه للتطوير وتحسين المستوى. كولر كمل كلامه وقال ان كريستو لم يحصل على فرصه كامله مع الاهلي، فصعب نحكم عليه دلوقتي. لسه كلامنا ما خلصش مع السويسري مارسيل كولر، الراجل حاليا بيشتغل ويناقش مع سامي قمصان المدرب العام وجهازه الفني كافه ترتيبات معسكر الفريق في النمسا. بعد عودته من الاجازه بيرتب معاهم اسماء بقى الفرق اللي هيخوضوا معاهم الوديات اللي اتفقوا عليها، بحيث ان الراجل عاوز مستوى يكون متدرج من الناحيه الفنيه وما يقلش عن مستوى فني معين، سعيا منه انه يجهز الفريق بطريقه مثاليه للموسم الجديد، وده منطقي.
كلامنا ما خلصش عن النادي الاهلي، والكلام المره دي عن اداره مجلس اداره النادي الاهلي اللي استقروا وقرروا ان هم يمددوا عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكره لمده موسمين بشكل رسمي قبل خوض معسكر الاعداد. هو الراجل في اجازه، هيرجع هيقعدوا معاه، اول ما هيرجع ان شاء الله هيتكلموا في قصه التمديد العقد. وده بصفة عامة الناس يعني مقتنعين بالراجل وشايفين ان الراجل في فترة وجيزة انجز عدد كبير جدا من البطولات. المعسكر هو هيقام في الفترة اللي جاية، معسكر خارجي في النمسا استعدادا طبعا للموسم الجديد بعد العودة من الراحة. كمان مسؤولي الاهلي حاليا بينهوا التأشيرات الخاصة بالسفر للنمسا وبيتم الانتهاء من كافة الاجراءات الادارية الخاصة بالبعثة. ولسه مع اخبار الاهلي والحديث عن مهاجم الفريق المطلوب التعاقد معاه في الفتره اللي جايه. بالفعل بدا النادي الاهلي يخطو خطوات جاده في المفاوضات مع مونشنجلادباخ الالماني لضم مصطفى اشرف المحترف المصري خلال الميركاتو الجاري. كولر ابدى موافقته بشكل مبدئي، ولكنه اشترط ان اللاعب لازم يخضع لفتره معايشه ويشوفه في التدريبات مع اللعيبه على الاقل لمده اسبوع، ثم يمنح الضوء الاخضر لضمه بشكل رسمي. كمان في موافقه من اللاعب ومرحب برضه انه ينضم للنادي الاهلي بشكل كبير، وابدى ترحيبه لخوض هذه التجربه. وما زلنا مع اخبار النادي الاهلي، والمره دي من عند زياد طارق لاعب النادي الاهلي اللي بيفضل بين اربع انديه للانتقال لاحدهما استعدادا للموسم الجديد بعد انتهاء اعارته لسموحه وخروجه من حسابات الجهاز الفني للمارد الاحمر بقياده كولر. يملك زياد طارق عروض من الانديه التاليه: فيوتشر وفاركو وبلدية المحلة وإنبي، كلاهما بيبحث عن انضمام هذا اللاعب والحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. نروح لأخبار الزمالك، والبداية من عند أحمد فتوح. هذا الخبر الذي يشغل كل المحبين والمهتمين بكرة القدم الزملكاوية: مسؤولي نادي الزمالك اتفقوا على تمديد عقد ظهيره الأيسر أحمد فتوح بعد إنهاء كافة الأمور الخاصة بالطلبات المادية. وطبعا يأتي تمسك الزمالك بفتوح لحاجته المهمة لخدمات هذا اللاعب، لأن اللاعب بصراحة نكون واضحين هو مقدم عروض طيبة، وهو أحد الركائز الأساسية التي لا غنى عنها في الفريق بالتحديد مع أسوري، وبشكل عام لعيب موهوب بصراحة. الزمالك قدم وعد لفتوح بمنحه عقد من الفئة الأولى، خاصة أن اللاعب يعتبر من اللاعبين الكبار اللي بيعملوا اللي عليهم مع نادي الزمالك، ويستحق التقدير المادي الذي يليق بمكانته الفنية وحجم عطائه للفريق. الزمالك بيقرب المسافات، وفتوح إن شاء الله هتنتهي مهمته مع نادي الزمالك في الفترة القليلة القادمة. لسه مع أخبار الزمالك، وبيواصل محمود علاء مدافع الفريق الأول القادم من الاتحاد برنامجه التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي للفريق الأبيض للشفاء من إصابته في تمزق أربطة الأنكل اللي تعرض لها خلال الفترة اللي فاتت ومنعته من المشاركة في البطولة العربية التي ودعها الفريق الأبيض من دور المجموعات. ويأمل محمود علاء في الشفاء من إصابته سريعا من أجل اللحاق بالتدريبات الجمعية للزمالك، حيث من المقرر أن يعود للاعبين من الأجازة يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا لبدء الموسم الجديد. الأيام الأخيرة تردد أنباء عن رغبة أسوريو في رحيل مهاجم الفريق ناصر منسي، إلا أن مصدر بالنادي الزمالك نفى ما تردد عن رغبة المدرب خوان كارلوس أسوريو في رحيل مهاجم الفريق ناصر منسي، وأكد أن المدير الفني مقتنع بقدرات اللاعب ولا توجد أي نية للتفريط في خدماته. ده المصدر مطلع عليه. وشدد المصدر أن الزمالك سيعمل على تدعيم الهجوم بلاعب أفريقي مميز فور الانتهاء من حل أزمة القيد المستمر.
من فترة قريبة أعلن اللاعب محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك عن اعتزاله لكرة القدم، إلى أن مصدر آخر بجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عفوا كشف عن قيد محمد عبد الشافي في القائمة الأولى التي تم قيدها في اتحاد الكرة خلال الأيام القليلة الماضية. الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدير فني قرر قيد اللاعب بالقائمة في ظل حاجة الفريق لخبرات عبد الشافي باعتباره أحد قادة الزمالك في الموسم المقبل. وكان لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني للفريق الأبيض تحدثوا مع محمد عبد الشافي في الفترة الماضية بشأن التراجع عن فكرة الاعتزال والاستمرار في الموسم الجديد. أنا لا أنكر إمكانيات عبد الشافي ولا يعني أتحدث كثيرا عن هذا النجم، لأنه إمكانياته وتاريخه وخبراته ومهاراته ويعني أهدافه وتمريراته لها من يعني السجلات اللي تخلي أي حد يتكلم وهو مبسوط. لكن في الفترة الحالية إن كان هناك نية لنادي الزمالك الاستعانة بخبرات كبيرة مثل هذه اللاعبين داخل غرفة الملابس ده شيء كبير، لكن على المستوى الفني أعتقد إن هو بقاله فترة ما بيقدمش شيء من الموسم اللي فات، فأعتقد إن وجوده هيكون من أجل استقرار غرفة الملابس بنادي الزمالك من وجهة نظري. أما فيما يخص إيقاف القيد بنادي الزمالك، بدأ بالفعل النادي في حل بعض الأزمات من الغرامات الموقعة على النادي، ويمكن اتكلمنا في خلال الفترة اللي فاتت أيام اللي فاتت أن نادي الزمالك شغال على أنه ينهي أزمة إبراهيم رضاي بدفع $8,000 لنادي وادي دجلة، وخلال 3 أيام على الأكثر سينتهي أزمة أتشيون بونج بدفع $270,000 للاعب. كمان أكدت المصادر أن غرامة نادي سبورتنج لشبونة شغالين معهم على أنها تنتهي في الفترة اللي جاية بالتراضي بشكل ودي، يعني أنت خد مبلغ واستنى بقى أديك المبلغ اللي بعده. يمكن نادي الزمالك في الفترات اللي فاتت محدش ينكر أنه هو بيعاني من مطبات وأزمات وتراكمات لسنين فاتت، ولكن هم على قد ما بيقدروا بيحاولوا أن هم يسعوا جاهدين للخروج من تلك الأزمات. أزمات مستمرة وأزمات يمكن محدش عارف هتنتهي إمتى، لكن خلوني أقول لكم أن النهاردة الزمالك بيشتغل على أنه يدفع كل المشاكل اللي عليه لقدام أو للخلف عشان يقدر يكمل. مشاركة الزمالك في البطولة العربية وخروجه المبكر من دور المجموعات بشكل مشرف كان لها تأثير إيجابي على الفريق الأبيض، لأن في مكافأة بتقدم من الاتحاد العربي لكرة القدم من أجل المشاركين، فدي بتساهم برضو في إنهاء بعض الأزمات الموجودة دي، يعني الفلوس هتطلع مباشرة على أحد الأزمات. المكافأة في تقديرنا اللي هي هتكون $100,000 من البطولة من الاتحاد العربي، هتوصل عن طريق اتحاد الكرة وبعد كده تروح للاتحاد العربي، فاتحاد الكرة اشتغل مع الاتحاد العربي إن هو يعني يعرف موعد صرف هذه المكافأة لإدارة الأبيض في الفترة دي، لأنه هو الراجل بيسابق الزمن لإنهاء مستحقاته مع سبورتنج لشبونة وأتشون بونج وما شابه ذلك. وكمان الراجل الكولومبي زنان بقى بلغة الكرة، عاوز يعني لعيبة جديدة وعاوز يطمن على فرقته قبل بداية الموسم. الاتحاد العربي بلغ قرار اتحاد الكرة خلال 40 يوم سيتم صرف مكافأة نادي الزمالك. مشاهدينا الأعزاء بكده خلصت أخبارنا أخبار الأهلي والزمالك، ودلوقتي معادنا مع فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. مشاهدينا الأعزاء برحب بحضراتكم من جديد ومستمرين مع أخبارنا المحلية. خبرنا عن نادي الاتحاد السكندري واللي أعلن إنهاء إجراءات التعاقد مع الكاميروني فرانك ألن بعقد يمتد 3 مواسم بعد الاتفاق على كل الأمور المالية والتعاقدية بين الطرفين. ويعتبر فرانك ألن هو سادس اللاعبين الذين تعاقد معهم حتى الآن نادي الاتحاد السكندري، حيث تم التعاقد مع سيف تقى مدافع سيراميكا وهاني الطامي لاعب وسط المنصورة وعمر صلاح ظهير وادي دجلة وأحمد غنيم مدافع سبورتنج وعمر صلاح حارس سموح. ومن الاتحاد نروح للمصري، حيث شالت الساعات الأخيرة مفاوضات مكثفة مع مسؤولي النادي المصري بالتحديد مع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي لإتمام انتقال اللاعب إلى النادي البورسعيدي. وكان علي أبو جريش رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي قد أكد أن المفاوضات بين باهر المحمدي والمصري وصلت لمراحل متقدمة، ويسعى النادي المصري تدعيم خط الدفاع بناء على التصور الذي وضعه علي ماهر المدير الفني للفريق الجديد في خطة التدعيمات الصيفية استعدادا للموسم الجديد.
نروح لنادي فيوتشر حيث قرر مسؤول النادي تأجيل حسم موقف عمر السعيد مهاجم الفريق من العروض المقدمة له لحين وصول المدرب البرتغالي الذي سوف يحسم رحيل اللاعب أو البقاء الموسم المقبل. كان مسؤول فريق فيوتشر قد اتفق مع أحد المدربين البرتغاليين لتولي القيادة الفنية للموسم المقبل خلفا للمدرب علي ماهر الذي رحل لتدريب الفريق البورسعيدي. ومن المقرر أن يصل المدرب البرتغالي إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لبدء الاستعدادات للموسم الجديد ووضع برنامج إعداد لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين. يكثف مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي من محاولاته لحل أزمة إيقاف القيد التي تعرض لها الفريق البترولي بسبب مستحقات التونسي زياد بوغطاس لاعب الفريق السابق، وذلك من خلال التواصل المستمر مع اللاعب ومحاميه للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. وينوي مسؤولي نادي إنبي دفع مستحقات اللاعب بعدما أصدرت المحكمة الرياضية الكاس حكما بتغريم النادي البترولي برقم 910 ألف دولار بسبب لاعبه السابق زياد بوغطاس في قضيته ضد النادي البترولي، والزام انبي بدفع كل المستحقات الماليه للاعب بعدما فسخ اللاعب عقده في اكتوبر 2021 من طرف واحد. بكده خلصت فقره اخبار محليه، نروح لفاصل قصير، تفضل بالبقاء معنا. مرحبا بكل مشاهدينا من جديد، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة الكرة العالمية. يترقب عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي قمة قروية سعودية من العيار الثقيل تجمع الهلال والنصر في تمام الساعة 6 مساء اليوم السبت على استاد مدينة الملك فهد الرياضية على لقب البطولة العربية بتحمل اسم الجديد كأس الملك سلمان للأندية 2023، ويخوض الهلال والنصر موقعة اليوم وسط حضور جماهيري ضخم بالإضافة إلى المتابعة الكبيرة للنجوم البارزين مع الفريق وتحديدا كريستيانو رونالدو وساديو ماني مع النصر وروبن نيفيز وسافيتش ومالكوم مع الهلال. ويسعى البرتغالي جورجو جيسيوس المدرب الحالي للهلال إلى حصد لقبه الأول في ولايته الثانية مع الزعيم بعدما قاد الفريق خلف الأرجنتيني رامون دياز، بينما يأمل البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر في الفوز بلقب ديربي جديد ولقب جديد أول له منذ توليه مهمة تدريب العالم. في شك أن رونالدو بيستهدف تلك البطولة لحصد أول لقب ليه، لأنه هو حتى الآن هو الهداف من منذ وصوله، يسعى رونالدو إلى الحصول على هذه البطولة بإضافة إلى لقب الهداف وانفرده بقائمة الهدفين. لكن كلامنا مش هيخلص عن تلك البطولة، نروح للزميل العزيز محمد جمال. محمد منورني ومشرفني ودايما ببقى سعيد وانت معايا. حبيبي يا احمد، انا اللي دايما بتشرف بوجودي معاك وفي اون تايم سبورت. في البدايه طبعا عاوز نبدا معاك بدون تسخين، النهارده رايك في هذه المباراه وتوقعاتك، الهلال ام النصر؟ اكيد ماتش جامد جدا، ماتش اكيد الكل منتظره. انا بشوف ان البطوله العربيه الموسم ده بصراحه افضل بكتير جدا من المواسم اللي كانت اقيمت فيها قبل كده، بشوف ان المستوى الفني فيها عالي جدا، واكيد ده سبب بيرجع فيه طبعا انت بتتكلم على الدوري السعودي وعلى الصفقات الكبيره جدا اللي عملها الهلال واللي عملها النصر. بشوف ان كمان وجود كريستيانو رونالدو بصراحه في حاله رائعه وحاله بدنيه وفنيه كويسه جدا في البطوله الحاليه كمان. النهارده مباراه زي ما انت بتقول ديربي سعودي، احنا امبارح شفنا افتتاحيه الدوري السعودي، شفنا الجماهير عامله ازاي والمنظر عامل ازاي، مباراه ثانيه جدا اكيد النهارده برضه المباراه هتكون مهمه جدا ومباراه شكلها حلو جدا للجماهير وهتكون ممتعه بشكل كبير قوي.
بتتكلم بقى على عناصر زي النصر والهلال اكيد خلاص يعني عناصر بره اكيد التقييم، يعني بتتكلم على النصر السعودي النهارده اكيد كريستيانو رونالدو في المقدمه، انت بتتكلم على مارسيلو بيروزوفيتش، بتتكلم على فافانا، بتتكلم على عدد كبير جدا من اللعيبه اللي هتقدر تست عن طريق ساديو ماني طبعا وتاليسكا وعدد كبير جدا بالاضافه لساديو ماني. ساديو ماني طبعا وتاليسكا، بتتكلم على الهلال كمان عندك مالكوم وعندك سافيتش وعندك عدد كبير جدا من اللعيبه روبن نيفيز كمان وكوليبالي بقى لعيبه تكتب برضه تدي فارق بشكل كبير جدا بجانب سالم الدوسري النهارده لو شارك المباراه بشكل اساسي، فبتتكلم على عدد مميز جدا من اللعيبه في الفريقين، ما تقدرش تقول مين فيهم الاقرب للبطوله، ولكن اللي انا شايفه من البطوله العربيه بصراحه السنه دي ان هي من افضل البطولات اللي اقيمت خلال السنين الاخيره، وبشوف ان كمان لو بعد كده الفرقه المصريه تم دعوتها مره اخرى للمشاركه في البطوله العربيه، بشوف ان سواء الاهلي او الزمالك او اي نادي في مصر هيشارك بكل يعني بكل رغبه، لان البطوله السنه دي بصراحه ورتنا اضافه كبيره جدا وكمان تجربه رائعه، يعني انت حتى لو شفت مشوار الفريقين لا الموضوع مختلف، تتكلم على وداد، تتكلم على الرجاء، تتكلم على الزمالك، شباب سعودي، لا فرق كلها مميزه، فرق عندها عناصر مميزه. وحتى كمان وصول الفريقين ما كانش سهل، يعني حتى كان بيروحوا لفترات صعبه جدا من بيتذوقوا طعم ممكن يخرج بره البطوله وفجاه يرجع فجاه يخسر فجاه يروح القصه. كسب المستبد القطري، بيتكلم على تعادل مع اهلي طرابلس، بعد كده كسب الوداد ده رجعته شويه، بعد كده صحيح كسب جدا كانت حتى على النصر السعودي برضه حتى بعد الفوز الصعب في الدقيقه 86 على الزمالك لما يعني خلاص هو كان خرج يرجع تاني وتلاقيه في النهائي بالظبط، بعدها حتى ماتشات صعبه جدا، حتى المباراه الاخيره اللي في نصف النهائي قدام الشرطه العراقي دي كانت مباراه صعبه جدا، ده حقيقي كسبان السد بشكل كويس قوي، كان عامل موسم كويس الشباب، حتى كان منافس صعب قوي للهلال، اتكلم حتى على خروج فريق ده الوحده الاماراتي، لا بشوف ان الفريقين بصراحه يعني لعبوا ماتشات كبيره جدا في البطوله الحاليه، بشوف ان هي ان هم الاثنين بصراحه احق بشكل كبير جدا. طب بدون دبلوماسيه بدون دبلوماسيه مين يكسب؟ النصر، يعني انا بشوف ان النصر يكسب رغم ان انا شايف كده توقعات كتير للهلال، بس انا بشوف ان النصر هيكسب، النصر العناصر بتاعته اندمجت بشكل كبير جدا. خلاص. شايف ان هو كمان رونالدو مدي دفعه كبيره جدا جدا للفريق، النهارده اكيد بيحلم ان هو مش بيحلم بيتطلع بقى للتتويج باول بطوله ليه مع فريق النصر السعودي. صحيح. بصراحه الدوري السعودي السنه دي اعتقد هيكون ممتع جدا لكل الجماهير كمان انها تتفرج على العدد كبير جدا من النجوم، وكلهم نجوم خلي بالك في الفورمه، مش نجوم يعني صحيح كوره كده بلغه الكوره يعني، لا نجوم كلهم في الفورمه، فالناس كلها تحب انها تتفرج عليه. طيب لو بدات معاك عن الدوري الانجليزي، كنا في مكالمتنا الاخيره كنا عندنا بعض التطلعات لبعض الامال، اديك دلوقتي يعني بدات تشوف خلاص التشكيلات والقوام الاساسي لاغلب الفرق، بدايه قويه جدا لمان سيتي فوز على بيرنلي بثلاث اهداف مقابل لا شيء، برايك شايف الافتتاحيه ممكن تروح لفين؟ بص الافتتاحيه كانت قويه جدا من مانشستر سيتي، فريق دايما مميز، فريق دايما عنده عناصر كتير جدا، عنده وفره عدديه بشكل كويس قوي في سواء خط الدفاع او خط الوسط او حتى الهجوم. بنتكلم امبارح المباراه مانشستر سيتي مسيطر عليها بشكل يعني كبير جدا، بيلعب حتى بريحية كمان في المباراه، مش بيلعب بال 100% بتاعته. بتتكلم على تطور مذهل في بعض العناصر، بتتكلم على زي هالاند طبعا اللي متطور بشكل كبير جدا، كما رودري كمان لاعب الوسط اللي عاجبني جدا مستواه، بتتكلم على ثبات للمستوى سواء لبرناردو او حتى بعد خروج حتى دي بروين للاصابه حتى والنزول بعد كده كوفيتيتش، وجود حتى لعيبه وسط الملعب ماشيين بشكل كويس جدا مع الفريق. بشوف ان مانشستر سيتي هيظل يا احمد هو المرشح الاقوى والافضل حصلا لتتويج بلقب الدوري الانجليزي الموسم ده، مع بقى منافسه كده هتكون من ليفربول وارسنال، من شويه خلاص شفنا تشكيله ارسنال في مباراته قدام نوتنجهام فورست، وشايفين بقى طبعا ديكلان رايس الصفقه المهمه جدا اللي جابتها جابها تشيلسي في الفتره الحاليه، بتتكلم على لعيب كمان زي تيمبر لاعب خط الدفاع اعتقد برضه هيكون من اللعيبه المميزه، مارتن اوديجارد، كاي هافرتس طبعا من تشيلسي، ساكا، مارتينيلي، اشوف برضه ان ارسنال تقدر تدخل فيه الصوره بشكل كويس حتى بعد فوزها كمان بالبناء الخيريه على حساب السيتي، صحيح في حماس هيكون كبير جدا من جانب ارسنال. محمد تابعت تصريحات بيب جوارديولا خصوصا بعد مباراه امس، يعني شفت ليه تصريحات انه كان بيتكلم عن ان هو يتمنى ان المباراه تبقى 60 دقيقه مش 90 وتبقى قصيره شويه، لان هو شايف ان اللعيبه ما بتستمتعش بحياتها، لان احنا كمان ان بدا الدوري واشتغلنا عليه ففي 3 اسابيع بس راحه، وبعد كده انت ممكن تكمل لحد كاس العالم، تصفيات كاس عالم وبطوله اوروبيه وبعد كده توصل لكاس العالم، طب امتى اللعيبه دي هتقف وامتى اللعيبه دي هتستمتع؟ لان ضغط المباراه بيحس ان هو بيتكلم مع اللعيبه بشكل ودي، اللعيبه غير راضيه تماما جدا على ثقافه اداره المباريات في الدول الاوروبيه، رايك ايه في الكلام ده؟ بص كثرة البطولات ودي اللي كنا بنتكلم حتى عليها في مصر حتى عموما كمان، لان بنمر بنفس المعاناه بشكل كبير جدا، كثرة البطولات من الاتحاد الدولي من الاتحاد الافريقي من الاتحاد الاوروبي، قصه التصفيات كمان اللي بتتلعب على فترات بعيده جدا، تصفيات كاس العالم زي
وبعد كده تتضغط كلها في سنه واحده. بتتكلم عن حاجات كتير جدا محتاجه تظبيط بصراحه من الاتحاد الدولي. بتتكلم هو مش بيطالب بده، هو اكيد بيدي رساله ان اللعيبه مش عارفه تاخد ريكفري بشكل كويس جدا، اللعيبه مش قادره انها تتعافى بشكل كويس جدا. فعلا الدوري الانجليزي السنه دي الفرق مش كبير جدا بين الموسم اللي فات والموسم ده، رغم القوه البدنيه الكبيره جدا اللي بيلعبوا بيها، فطبيعي محتاجين يريحوا. تكلم على كمان السنه دي في بطولات دوليه كبيره جدا للمنتخبات، فالكل طبعا صحيح مركز في منتخب بلاده، حتى كمان اغلب الانديه في اوروبا دلوقتي بتعتمد على اللعيبه الافريقي، ففي كاس امم افريقيا السنه دي، فهيفتقدوا كمان للعيبه دي اسبوعين ثلاثه على حسب الفريق بقى وصل لفاينل ولا لا. تتكلم على صلاح، يعني ليفربول هتفتقد محمد صلاح، تتكلم على عدد كبير جدا من الانديه. اعتقد ان جوارديولا اكيد مستحق ان اللعيبه محتاجه انها تاخد فتره راحه من هذا، زي زمان يا احمد لما كنا بنشوف فتره اعداد بتقعد شهر وشهر وشويه، بتقعد في دوله ثانيه بتلعب فيها ماتشات وديه كتير جدا. اعتقد محتاجين يعني تظبيط للمواعيد بشكل كويس جدا، محتاج ضبط بشكل كبير قوي، لان فعلا احنا عندنا مشكله كبيره جدا في العالم كله مش بس في هل يا محمد، بما انك انت راجل يعني ما شاء الله معلوماتك ومتابعتك للتقارير الرياضيه منذ فتره طويله، هل السعي وراء التسويق الرياضي وانتشار البطولات واستحداث بطولات جديده، وانت اكيد فاهم كلامي وصل لفين، هو ده السبب اللي احنا فيه؟ اه طبعا اثر بشكل كبير. لما انت الكاف دلوقتي مثلا بتكلم على الجانب بقى المصريين كلها يهمهم طبعا، لما الكاف يعلن عن اقامه بطوله زي الدوري الافريقي الممتاز، وطبعا ويغري اي نادي في الدنيا يشارك فيه، انه بتتكلم على مكافئات ماليه تتخطى 6 مليون دولار، بتتكلم على رقم كبير جدا. اي نادي بالنسبه له لو النادي الاهلي قدر يفوز بالبطوله بتتكلم 6 مليون دولار، رقم مهول يقدر يغير بيه خريطه صفقات ويغير بيه خريطه استعداد كبيره جدا لكاس العالم للانديه. بتتكلم على ان هو مش عارف ينسق، الاتحاد الافريقي عايز مش عارف ينسق ما بين امم افريقيا، مش عارف يلعبها امتى، مره يلعبها في شهر 6، مره يلعبها في شهر يناير، وده اكيد بيأثر على الدورات بتاعتك. افريقيا لحد دلوقتي احنا ما بنحطش مواعيدها، بنتكلم على ماتشات زي ده اكيد بيأثر بقى بالسلب اكتر على انك مش عارف تحط مواعيد لجدول الدوري بتاعتك، مش عارف تحط جدول مواعيد لبطوله السوبر بتاعتك، مش عارف تحط كل الكلام ده بسبب ان الاتحاد ما بيرسلكش. انا عايز اقول لك ان خبر يعني لحد اللحظه الاتحاد المصري لكره القدم ارسل الاتحاد الافريقي ايضا خطابات عشان يعرف مواعيد اول مباراتين في تصفيات كاس العالم في شهر 11 قدام جيبوتي واثيوبيا هيكونوا امتى، برضه الكاس لسه ما ردش. يعني ده نفس المشكله اللي حصلت قبل كده بتاعت ماتشين ملاوي لو تفتكر، صحيح قبل كده برضه مع منتخب مصر، يفضل يرسل في خطابات احنا عاوزين نعرف الميعاد امتى عشان نحدد على اساسه هنستعد بدايه من امتى وهنستعد لمين، برضه مفيش اي ردود. احنا محتاجين بصراحه محتاج الكاف يوضح اكثر، ولكن اكيد استحداث البطولات بشكل كبير جدا وحتى وجودها في وقت معين، لا ده لسه بقى احنا رايحين لكاس عالم بعدد اكبر، لسه صحيح بطولات بشكل اكبر، كاس عالم انديه بشكل اكبر، توقفات بشكل اكثر. لا انا شايف الفترة الجاية كمان هتكون صعبة أكثر على اللاعبين، ودي لابد ليها من وضع حلول أكيد من الاتحادات الأهلية، سواء بقى من إنك تقول النادي لا ما يشاركش، أو إنك أنت تقدر إن أنت تزودها من القايمة والنادي بيلعب في بطولاته المحلية متساوية أو بشكل توازي يعني مع البطولات الإفريقية والقارية. أكيد محمد جمال بشكرك، وكنت سعيد دايما أنا معاك ودايما بسعد بكلامك. شكرا جدا يا حبيبي، شكرا. شكرا للزميل العزيز محمد جمال المحلل الرياضي على هذه الإطلالة. مستمرين مع حضراتكم مع اخبارنا المحليه، والخبر اللي انا يعني اتكلمنا عنه لفترات هي الصفقه الاكبر في الفتره الاخيره لباير ميونخ الذي تعاقد مع الهداف التاريخي لتوتنهام هاري كين، قبل ساعات معدوده على انطلاق اولى مبارياته في الموسم 2023/2024 اعلن باير ميونخ في بيان رسمي تعاقده مع صاحب ال 30 سنه في صفقه قياسيه كبيره مرعبه. وقع كين على عقد حتى صيف 2027 وارتدى قميص ليفاندوسكي رقم 9، وبحسب التقارير فإن صفقة انتقال كين لبطل ألمانيا كلفت الأخير 110 مليون أورو، وهو رقم قياسي في تاريخه لن يحدث من قبل. أصبح كين الأغلى والأكثر يعني قوة وانتشارا على صفحات السوشيال ميديا، أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونخ والبوندسليغا، متجاوزا صفقة انتقال المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى النادي البافاري التي بلغت مقابل 80 مليون يورو. أخيرا بايرن ميونخ حصل على خدمات هاري كين بعد الصراع الكبير مع توتنهام. أتمنى التوفيق لبايرن ميونخ وأتمنى السعادة والنجاح لكل الأندية في الدول العربية. مشاهدينا الأعزاء فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. مشاهدينا الاعزاء برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقره وان شوت.
زي ما احنا متعودين معاكم في فقرتنا وان شوت اننا بنسلط الضوء على الاحداث الرياضيه الايجابيه وكمان بنتكلم عنها بكل تفاصيل. النهارده عايزين نتكلم عن تاريخ منتظر ورقم تاريخي ايضا منتظر تحقيقه للنجم المصري محمد صلاح احد اهم سفراء الرياضه المصريه في البريمير ليج. صلاح هيخوض غدا مباراته الاولى في الموسم قادما طبعا امام تشيلسي. في حال تسجيله لهدف في هذه المباراه سيصبح صلاح اول لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز يتمكن من هز الشباك خلال المباراه الافتتاحيه لفريقه في 7 مواسم متتاليه. صلاح نجح قبل كده في تسجيل هدف في كل لقاء افتتاحي لليفربول في الدوري الانجليزي منذ انضمامه في يونيو 2017 يعني، فكده احرز حتى الان في كل افتتاحيه هدف. 6 مواسم على التوالي صلاح موفق بفضل الله. بالتوفيق يا صلاح، ولسه مستنيين منك ارقام قياسيه كتيره وجوائز كتيره زي ما احنا متعودين منك في مسيرتك الاحترافيه التاريخيه التي ستبقى في كل الاذهان. صلاح نجم كبير وغيره نجوم كتير. مشاهدينا الاعزاء، انتهت اخبارنا، انتهت احداثنا النهارده وجولتنا. نشوفكم على خير ودايما بالخير في اخبار وان تايم.